المداح اللي أبدع السنة دي في رمضان، وزي ما كان مبدع في كل أغانيه وبنشتاق إليه دايماً في كل ألبوم وكل أغنية بيقدمها، إحنا النهاردة بنحيي المداح حمادة هلال. ندمت على العملة اللي عملتيها؟ والله اللي يشوفك تصعب عليه، بس أقول لك شاطرة، هي لعبة خايبة بس جريئة، وممكن تبوظ لي سمعتي شوية، بس اللي مستغرب له إنها ما تطلعش منك، لأن عارفك كويس، أكيد من زين، ولا من أختك منال، ما أنت حواليك شياطين. بس عايز أقول لك على حاجة، زي ما الفضيحة دي انتشرت في يوم وليلة، أنا همحيها في لحظة. تحية للمداح اللي أبدع في رمضان السنة دي، وإبداعه في التمثيل زي إبداعه في الغنى، حمادة هلال. منورين وكل سنة وانتم طيبين، وسعيد طبعا بالتكريم الجميل ده، وبشكر دير جيست، وبرحب بكل إخواتي وأصحابي ونجوم الفن ونجوم الكورة، تحية لكم جدا وكل سنة وانتم طيبين. مصر بلدنا ووقفوا وقفت رجالة، مبروك لمصر ولولادنا، والله وعملوها الرجالة، ورفعوا راس مصر بلدنا ووقفوا وقفت رجالة، مبروك لمصر ولولادنا، الكل طاير من الفرحة، ومصر لابسه لنا الطرحه، يا رب دايما من الفرحه ما تحرمناش على قد ما يا رب تعبنا، ما راحش على الفاضي تعبنا، ووقفت جنبنا وكسبنا وما خسرناش. كل سنه وانتم طيبين. تحية للمداح والله وعملوها الرجالة. أحد أساطير الكورة المصرية والعربية بيعشقوه الأهلوية قبل الزملكاوية، الحريف ساحر الكورة معشوق الملايين، أفضل مذيع رياضي راديو، حازم إمام. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا مستمعي أون سبورت في كل مكان، وحلقة جديدة من 1-2 معكم حازم إمام من واحدة لاتنين، وبنتكلم دايما عن الكورة. امبارح ماتشات كتيرة، وطبعا تابعنا ماتش الأهلي الساعة 3 وماتش الزمالك الساعة 6، وشفنا الماتشين. يعني أكيد ما كناش مبسوطين، إن كان الأهلاوية على ماتش الأهلي أو الزملكاوية على ماتش الزمالك. تحية للحريف. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب طبعا أنا بشكر دير جيست أكيد، وماجد بشكرك ماجد، شكرا جزيلا كل الناس اللي موجودة، وأكيد التكريم من دير جيست بيبقى ليه طعم مختلف مع كوكبة من نجوم الفن والرياضة والغنى وكل الناس الجميلة المحترمة دي، فبشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، نشوفكم إن شاء الله السنة. ميرسي يا فندم جدا. أفضل مذيع راديو محمد نشأة. ثم ذهب بيريبيتش إلى الساحل الشمالي حتى يقوم بأجازته الصيفية. الموضوع ده فيه كلام كتير جدا جدا عايزين نتكلم فيه الحقيقة، وخصوصا زي ما قلت لكم إن هو من المواضيع المحيرة لناس كتيرة جدا. بعد ما كان رفيع وزنه زاد وطلع له كرش زيتوني كده التكوين، ومحيط رقبته كبر ووشه ورد ما شاء الله، وحماده اونلاين ده يا ساده
شاب حاصل على دبلوم نجيل صناعة، وخصوصا بقى لو المكياج اللي حطاه أنسة ولسه في مرحلة التعارف على زوج المستقبل، ساعتها يا عيني الزيبون بيلبس في الطين. أفضل مذيع راديو محمد نشأت خفة الدم والتلقائية للإذاعة. حقيقة يعني مهرجان دير جيست تحديدا بيبقى بالنسبة لنا شيء مهم جدا جدا. الجائزة النهاردة أنا عايز أشكر ناس كتيرة قوي، بس تحديدا أنا عايز أشكر الصحفي الوحيد اللي عمل معايا حوار برا، والله بدور عليه، الوحيد اللي عرفني تقريبا، فبشكره جدا. الجائزة دي نتيجة مجهود كبير جدا جدا، محدش بينجح لوحده، احنا عندنا إدارة بتعرف تدير النجاح في كل الأشكال، إدارة الراديو 9090 وإدارة الشركة المتحدة، فالحمد لله إن احنا دايما بنبقى على قد المسؤولية ويا رب دايما. والجائزة النهاردة لزميلاتي اللي شاركوني دايما كل النجاحات في راديو 9090، شيماء حافظ وفاطمة مصطفى، الاثنين اللي أنا زميلتهم في كل البرامج اللي عملتها في راديو 9090. وعايز أقول حاجة مهمة جدا، احنا كجيل بنفتخر، أنا بالمناسبة كمان خريج مدرسة الأستاذ خالد جلال، بس النهاردة أنا عايز أقول حاجة مهمة، واحنا بنكرم الفنانه والنجمه الكبيره اسعاد يونس. استاذه اسعاد يونس ما بتبخلش طول عمرها من واحنا صغيرين جدا على اي معلومه واي نصيحه دايما بترد علينا فيها، ببعت لها كتير جدا وبزن عليها كتير جدا وببعت لها على شغلي، تقول لي ده حلو ده وحش، حسن من دي اعمل دي. انا النهارده بشكرك جدا 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 على كل اللي بتعمليه معانا، شكرا جزيلا، شكرا. أفضل مذيعة راديو يارا الجندي. وأجازة بقى وبحر ولانشات وأكل وإيه، مش بحر خالص خالص، بالعكس أنا قاعدة أهو كمان في التكييف، هو حاجة زي الفل. اخبار معايا معايا نشرة معايا ابديتس، كل اللي نفسكم فيه موجودين. استنيني انتوا كمان تبعتولي تقولوا لي اخباركم ايه، الدنيا اخبارها ايه، الطرق اخبارها ايه. هرجع لكم في نفس الميعاد وحلقه جديده من كلام في الزحمه. باي باي. يارا الجندي افضل مذيعه راديو. ميرسي جدا جدا لدير جاست، دي مش اول مره اكسب افضل مذيعه، والحمد لله ان شاء الله ما تكونش اخر مره. طبعا بشكر كل جمهور نجوم اف ام واداره نجوم اف ام، بقالي معاهم دلوقتي 14 سنه، مدام هاله حجازي بشكرك جدا جدا، وان شاء الله دايما كده نكون موجودين في كل حته في مصر ونقدم لكم احسن البرامج. ثانك يو سو ماتش. ميرسي. هو اسم على مسمى، هو سيف في الحق، بيتعامل في الإعلام بمنطق العقل، احتل مكانة كبيرة في قلوب الناس من خلال أدائه الإعلامي المتميز. هو زاهر أينما حل على أي قناة.